بسم الله. ده الـ AEC الخاص بكندا اللي هو البين بروتوكول فور ريفت، ومتاخد من البريطاني لأن كندا تابعة للبريطاني. الجزء في الأول ده كله بيشكر الناس اللي ساهموا، فملناش احنا دعوة بالحاجات دي كلها. بعد كده هو بيتكلم عن البيم اكسكيوشن بلان وايه العناصر اللي المفروض تبقى موجودة في البيم اكسكيوشن بلان، زي تحديد الهدف من الموديل والعمليات تنفيذ البيم والمخرجات بتاعة البيم هتبقى عاملة ازاي، واهم الاستخدامات اللي احنا محتاجينها في البيم. ويعني مثلا في حاجات كتيرة، فهو يبدأ يحدد المالك ايه اللي هو محتاجه، والتسليمات تبقى عاملة ازاي، ال LOD والبرامج تكون متوافقة مع بعض، والتمبليت والستاندرد اللي هنشتغل بيهم. دي حاجات كلها مش إلزامي، وبيقول لك إن الحاجات دي مهم جدا تهتم بيها، بس هو الكود أصلا مش إلزامي. الكود بيسهل لك الشغل ويخليك تحقق الحاجات اللي لازم تعملها. هو أنا مثلا بتكلم على الكاد دروينج، إن أنت لازم ما تحطش ملفات كاد، ولو حطيتها شيلها على طول، يعني مجرد بس إن أنت شفت الحاجة خلاص بتشيلها. ما تستدعيش أي ملفات أوتوكاد، تستخدم البروكسي أوبجكت أو تستخدم الفونتات اللي هي ال SHX. الشيتات لازم تتأكد من الأسامي والأرقام والإعداد بتاعتها. البروجكت لوكيشن لازم كلهم يكونوا زي بعض في كل الديسيبلين. الموديلنج اند داتا، هيبقى نظم الملفات، لازم يكون اكتر من شخص يقدروا يفتحوا الملف في نفس الوقت، فده محتاج ان احنا يكون في تحكم في الموضوع، وما ينفعش اكتر من مبنى يكونوا في ملف واحد. ولازم يكون المعلومات بتاعت المشروع موجودة فيه، يعني أول ما أفتح الموديل أعرف ده مين المالك واسم المشروع والمكان موجود فين. أي داتا أو أي في حاجة فيها أي مشكلة شيلها على طول، ما تستناش. اتأكد من طريقة التسميات بتاعت الكود. الورك سيت ده عشان ننظم الشغل، بحيث ان ما ينفعش حد من قسم يغير حاجة من لقسم اخر، فنتأكد ان احنا كلنا شغالين على وكل واحد شغال على الورك سيت بتاعته. ومفروض ان البيم مانجر او البيم كوردينيتور يستخدم الورك شيرنج مونيتور عشان يتأكد ان كل الناس شغالة سنترال، مفيش حد شغال لوكال، مفيش كل الناس شغالة اقصد لوكال، محدش شغال على السنترال الاساسي، وكلنا بنعمل سيف تو سنترال كل فتره. مفيش حد مثلا يجي اخر يوم والكهرباء تقطع يقول لك لا انا ما سيفتش، او انا ما عملتش سنكرونايزيشن. ولو محدش استلف حاجه هنا مثلا، ده دي الشغل كله، فانا ليا ورك سيت اهوت. ممكن اكون انا بستلف من حد، ممكن وانا شغال عملت قفلت الورك سيت بحيث ان انا اركز على الشغل بتاعي. من الحاجات الكويسه ان انا وانا شغال على الموديل وحسيت ان هو تقيل، اشوف الورك سيت اللي انا ما استخدمهاش واطفيها، بحيث ان هي ما تقلش الموديل عندي، وفي اي وقت اقدر ارجعها عادي. الكوردينيشن هنستخدم شيرد كوردينيت لو انا عندي اكتر من ملف، ما ينفعش اتنين يكونوا موجودين في نفس الملف. لو انا شغال على موديل كبير وحبيت ان انا اقسمه، اخلي بالي بدل ما يبقى في معلومات متكرره او في معلومه طارت اثناء النقل، فلا لازم اتاكد. لازم يبقى في ديفرنت بين الفينش فلور ليفل اللي هو بتاع المعماري والاستراكشر سلاب ليفل. الكوبي مونيتور لازم اكون عارف ايه الحاجات اللي انا هستخدمها، بحيث ما يحصلش دوبليكيت، ما يبقاش انا مثلا خدت عناصر وتلاقي العناصر دي واحد تاني واخدها بشكل اخر، هو بيحرك فيها من ناحية وانا بحرك فيها من ناحية. طريقة الفولدرات، السيرفر هنحط فولدر اسمه ريسورس، ونبدأ نعمل تايتل بلوك للفريم والحاجات الستاندرد، تمبليت الفاميلي يكونوا موجودين، الفاميلي بالشكل دوت. الفولدرات بتاعت المعماري والإنشائي والكهروميكانيكال، هنا مثلا لينك تمبليت فاميليز، هنحط مثلا فاميلي مستخدم في المشروع ده بس. طريقة تسمية الملفات، اسم المشروع، اسم المالك أو اسم العمل، الموديل، الديسيبلين، الزون، الليفل، الديسكريبشن. طبعا كل حاجة بنتفق عليها، ممكن ميكونش عندي زون، ممكن نشيل اسم المالك مثلا لو احنا عايزين نشيله، تمام. المهم ان احنا نكون متفقين ويكون عندنا كود مفهوم، ان انا اول ما اشوف الملف ده اسم المشروع، ده اسم عمل الموديل، ده البلامنج، ده الزون A2،
ده ملف ريفيت ورك سيت نيمينج. هنسمي الورك سيت ازاي؟ تبدأ بقى تشوف الانتريور مثلا هيبقى فيها كذا كذا، السايت هيبقى فيها كذا كذا، الباركينج هيبقى فيها ايه العناصر الموجودة فيها، الفيو نيمينج اسامي الفيو. هنا بقى بعد كده الفيو ليست سكادول، بنبدأ نعمل سكادولات للفيوهات كلها، ونعمل برضو الشيتات. الجرافيك ستايل نبدأ نشوف الجرافيك ستايل هيبقى عامل ازاي، اللاين ويت، دي حاجات ستاندرد لو اشتغلت عليها هتبقى افضل. ده الايزو ستاندرد متريك لاين ويتس اللي اشتغلت بيها هتبقى افضل. لو عايز حاجه خاصه بشركتك مفيش مشكله، انت ممكن تاخد وتبدا تعدل زي ما انت عايز. دي طريقه التسميه لللاين، للستايل، لاين ستايل. الهاتشنج حاول تتجنب ان انت تعمل هاتشنج اوتوكاد، او ان انت تشتغل على حاجه مش ستاندرد اللي يشوفها يستغرب. البوردر اند تايتل بلوك، هتكتب ايه المعلومات اللي هتكتب فيها. الانوتيشن هنا بيقول لك العناصر اللي انت لازم تعمل عليها تشيك عشان تأكد ان شغلك سليم، ان انت مثلا تحل الورنينج مسج، دي اهم حاجة، ان انت تتأكد ان انت تتبادل المعلومات مع الشركة الاخرى صح، يعني تدي له ملف الاصلي اللي انت عملت منه الموديل، وملف النفس وركس والاف سي والدي دبليو اف. يبقى في اوديتنج كل اسبوع بتاكد ان شغلك سليم. بيقول خلي الباك اب اقل حاجه 5 مرات، بحيث ان لو في اي حاجه باظت وخلي تقدر ترجعها، وخلي سيف ريمايندر كل نص ساعه. وبعد كده هنا بقى بيدخل في ازاي نعمل حل المشاكل، فبيقول في قعدة عرب كده بنقعدها بحيث نتاكد ان مفيش مشاكل، ان نقعد ونحل المشاكل، لو في اي مشكله نقول المشكله ايه وحلها ايه. وبعد كده هنا بيدخل بقى في الاختصارات اللي موجوده في المشروع.